نصائح ملهمة من ويل سميث لحياة أفضل. الخوف ليس حقيقي، هو نتاج من أفكارنا. لا تسيء فهمي، فالخطر موجود ولكن الخوف مجرد خيار. إذا كنت غائبا خلال كفاحي لا تتوقع أن تكون حاضرا خلال نجاحي. لا تقلد الآخرين، كن نفسك، افعل بجد ما تؤمن وأنت به. ستجد الأصدقاء الحقيقيين إلى جانبك وسوف يبقون معك على الدوام. لا تدع الناس الذين يقدمون لك القليل في الحياة يشغلون جزءا كبيرا من تفكيرك وعواطفك. المال والنجاح لا يغير البشر، لكنه يكشف عما هو موجود لديهم بالفعل. الحياة ليست عدد ما تخرجه من أنفاس، الحياة هي تلك اللحظات التي تخطف أنفاسك. الكثير من الناس ينفقون أموالا لم يجنوها بأنفسهم ليشتروا أشياء لا يريدونها، ليثيروا إعجاب أشخاص لا يحبونهم. الشيء الوحيد الذي أعرفه عن نفسي هو أنني لا أخشى الموت فوق جهاز المشي. ربما تكون أنت أكثر موهبة مني وأكثر ذكاء، لكن إذا صعدنا سويا إلى جهاز المشي فسوف تنزل أنت أولا، أما أنا فسوف أموت. إن لم تجعل حياة شخص آخر أفضل فأنت حتما تهدر وقتك في هذه الحياة.